السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ ليش هيك نعساني؟ صحصحوا يلا قوموا نطوا نطة صحيت القطة. يلا قوموا نطوا. نطينا نطة صحيت القطة. مو هذا النشاط اللي بدي اياه. يلا تمارين الضغط. يلا 1 2 3. انت ليش هذا خرب باب من المدرسه؟ ماما هذا باب خربان مشان انا قلته لازم اشتري زيت مشان باب. انت قول ما في فلوس. هذا مش خربان عشان الزيت، هذا خربان عشان انت يفتح ويسكر كل مرة. هذا خربان، احنا كل يوم راح نطلب من المنطقة تعمل لنا صيانة، مفروض تحافظ على العهد. ماما ما في حافظ، هذا باب لازم كل يوم سكر يفتح يفتح سكر. مخصوم منك يومين. شو هذا يومين؟ يعني دو يوم دو. 98 99 مية. إيه يلا خلص تعبت من العد. اتنشطوا يلا قوموا اقعدوا على أدراجكم. شو هاد؟ لساتكم كسلانين؟ بدكم تعيدوا التمرين؟ لا لا اتنشطنا. إيه منيح. في هذا اليوم الجميل برحب بيكم كلكم، وبدي قلكم عن خبر كتير رح يسعدكم. بدنا نعمل انتخابات منشان نختار رائدة الفصل أو رائد الفصل، واللي بده يرشح حاله لازم يكون عارف حاله إنه يقدر يقدم شي لفصله، مو إنه منصبه بس. والطلاب اللي بدهم يرشحوا حدا ما يرشحوا حدا منشان هو أو هي صاحبته، لازم يكون على قد المسؤولية لأن الاختيار أمانه، لأنه أنتوا بعدين الخسرانين وراح تفوتوا بالحيط، لأنه راح يمثلكن، فلازم يمثلكن أحسن تمثيل. أنا ممكن أمثل دور جاكي شان. تزاكى ولا تزاكى؟ بس خلص راح تعيد لحالك التمرين الضغط 150 مرة. هلأ مين بده يرشح حاله؟ ما شاء الله حولكم، هلأ كلكن أذكياء وكلكن قياديين وكلكن عندكم المعرفة؟ هي أبلا. هي أبلا؟ لكن مين بده يرشحكن إذا أنتوا كلكن رشحتوا حالكم؟ أنا. إيه جاكي شان؟ أنت الوحيد اللي ما رفعت إيدك، منيح؟ كتير منيح إن الواحد يعرف قدراته. أصلاً أنا أذكى واحد فيهم. بلا؟ اللي يبوني أرشحه لازم يجيب لي اللي أباه ويسوي لي اللي أباه. شفتي كيف أنا ذكي؟ أنا أعيش ملك والشق عليهم. أه طلعت مو سهل أنت جاكي شان. اسمعوا هلا بدكن بينكن وبين حالكن تتفقوا على 2 أو 3 بس يرشحوا حالهم، ولا بدكن تعيدوا تمرير الضغط؟ وللعلم اللي بده أو بدها يرشحوا حالهم راح يكون مسؤول عن الحفل الختامي بكل حذافيره، يعني فشوا لو طلعت أي غلطة في الحفلة، وهي مسؤولية كبيرة مفهوم؟ وقبل الانتخابات الطلاب اللي بدهم يرشحوا حالهم لازم يعملوا حملة انتخابية ويسوقوا نفسهم ويتكلموا إيش ممكن يعملوا. خلص وينو جاكي شان؟ تعال عيد التمرين الضغط ولا؟ أنا أرشح بنت عمي أمينة الفهيمة، وبعسب إنها بنت عمي لأنها أذكى وحدة في العالم. لا أنا ما برشح نفسي، أنا راجعت نفسي وشفت بأن ممكن يكون عندي المعرفة، بس أنا مش شخصية قيادية. أنا برشح نفسي. وأنا برشح عمري. لعانة فيكم.
انتخبتوني راح أطالب بإلغاء الواجبات نهائياً في الإجازة. وأنا بطالب بعدم وجود واجبات من أساسه. يلا راح أطالب بتخفيف الامتحانات، مو بكل يوم امتحان. كل الامتحانات لازم تكون اختياري ABC وبس. روح. راح أطالب بإلغاء النشاط اللي أمهاتنا هم اللي يسوونه في النهاية، مو بنحنا. الأنشطة رحلات وبس. الدوام لين الساعة واحدة بس. لا تداومون مول، التعلم عن بعد وعاشوا. إلى كل اللي قالوا له نصحابون، إحنا رشحناكم ونحن معكم قالبا وقلبا، وإن الكذب كله رح يبان هلأ في النتيجة. خلونا نشوف. مو معقول، عن جد بتمزحوا؟ هيك لكان الفائزة في الانتخابات هي مريوم. معقولة؟ أنا ما رشحت عمري. إحنا رشحناك لأن حسينا أنك شخصية قيادية وعندك معرفة كافية وتقدرين تديرين الحفل الختامي. يعني أحسن الشينوت. ولا بعد الفصل بدك تعمل التمرين 200 مرة، 100 مو جايبة نتيجة. مرحبا، ما تبين تشتركين في الأوبريت؟ في دور وايد بيناسبك. تي أنا قبل أشترك في استعراض رح يكون أكيد فاشل؟ ليش رح يكون فاشل؟ لأن أنت المسؤولة عنه. أنا بشترك معاكم في الأوبريت. لا عواش، أنت صغيرة وخاف تسوين شي غلط خلال الاستعراض. ليش؟ ليش ما تخلوني؟ ليش؟ أبا أسوي دور البنت اللي تنزل من السقف رافع العلم. لا، هذا دور مهم ولازم يكون حد نقدر نعتمد عليه. وأنا قدها وقدود، ليش ما تثقون فيني؟ ليش ما تعطوني الفرصة؟ أنا راح أكون أحسن وحدة تقوم بهالدور، جربيني مريوم، عطيني فرصة. لا ما أقدر أخاطر، وبعدين لو شي اخترب بيقولون يا بد بنت عمها. أنا طالبة في المدرسة وما يخصني إذا أنا بنت عمك ولا لا، أنا اللي حقني أنا أشارك ومن حقي أخذ فرصتي، وإنتي واجب عليك تعطيني فرصة. دربيني، شوفيني إذا ما قدرت أسوي الفقرة. أرجوك أرجوك مريوم، أنا قد المسؤولية وما بخيب ظنكم. أرجوك مريوم أبا أشترك. أنا بجربك بس لأن لازم أعطي فرصة للجميع، بس إذا فشلتي في البروفات بتطلعين من الاستعراض. موافقة. شو نسوي يعني الحين؟ انتم ساكتين ونخلي مريوم تطلع انها زينة والقيادية واحنا لا؟ لازم اخليهم يندمون انهم ما رشحوني. انزين شو نسوي؟ انا عندي خطة. يلا ايدينا لفوق، نلف ونرجع ورا، يمين يسار، نلف ونرجع ورا. أمي أنا مو بيايني نوم، أحاتي باكر شو بيستوي. ولا يهمك يا حبيبتي، أنا متأكدة أن بكرة حتكون أحلى حفلة. أمي اقري الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي ونامي، أنت سويتي اللي عليك والتوفيق من الله. سيري نامي سيري، إحنا باكر كلنا عندك في الحفلة. سيري نامي يا حبيبتي. طب أنا اشتريت لك سشوار علشان أسشور لك شعرك بكرة وتبقي عروسة. يلا روحي نامي علشان حصحيكي من الفجرية عشان أسشور لك شعرك. أمي أنا وايد أحبك. وأنا أحبك وايد يا روح ماما. هاي بنات همتكن، بدنا تبيضوا الوجه. الله مريوم شعرك وايد حلو. امي سشورت لي. ولك مريوم تخزي العين. ابا حطي لي توكه. تعالي يا حلوه. ابلا شفتي فستاني؟ انا مميزه عشان انا بنزل من فوق المسرح.
لك بتجنني، بتخزي العين. شوفيني يوم انا بنزل من فوق، زين؟ غطوا على مريوم. عواش تعالي بقولك. ها شو؟ مريوم تدور عليك وتقول تعالي لها الفصل عشان يبدلون ملابسك هاي الحين؟ ما بقى وقت عشان تركضي بسرعة. ها؟ بسرعة. مريوم تمي هني، قفلنا عليك الباب وما حد بيظهرك، بنشوف كيف بينجح استعراضكم. لا أرجوك، حرام عليك، هذا مجهود كل البنات اللي تعبوا. لا حرام، ايش سوينتي؟ افتحي الباب. لا تحلمين. بنتي مريوم هي اللي أخرجت الاستعراض، هتشوفوا الجمال. أي وين الثروات؟ ها؟ أدب ما فيك. حضورنا الكريم، يسعدنا ويشرفنا حضوركم اليوم. تقدم لكم مدرسة الأمة الابتدائية أبوريت، مدرستنا مع السلامة. يلا خلنا نقرأ الفاتحة مع بعض قبل ما نبدأ. مريوم، عواش محد. شو؟ وينها؟ ما ندري، ما كان لازم نعتمد عليها. عواش ياهل، أكيد صارت تشتري حلاوة أو تلعب برا. ما أباكم تفتكرون، خلوا تركيزكم إن بننجح مهما كان. إحنا بنسوي الاستعراض ومو بشرط فقط عواش بس. يلا نبدأ، ما شي وقت وراح ننجح بإذن الله. هذا مدير سوي جنجال مشانانا. كسر ولا؟ ترى والله انت كسرته، راح كسر لك راسه. كسر. بسم الله. يلا يلا جري. Bye.
كانت الأبرد ده بنتي مريوم. عاشوا بناتي عاشوا. أنا وفيت الوعد مريوم، أنا وفيت الوعد وما خذلتكم.